مدرسة حفظ وتلاوة القرآن المصرية هي مدرسة متفردة جدا، حفظت القرآن في مصر دايما بيحققوا مراكز دولية في كل المسابقات العالمية. من كام يوم حقق الطبيب أحمد يسري المركز الأول في فرع حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القرآن الكريم وقراءته. هو معانا على الهاتف دلوقتي دكتور أحمد يسري الفائز بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن. بنقول لك صباح الخير وألف ألف مبروك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك وربنا يبارك فيكم جميعا وصباح الخير. طيب عايزين في البداية كده نتعرف معاك على طبيعة المنافسات في هذه المسابقة تحديدا وفروع هذه المسابقة، مسابقة التبيان الدولية. طبعا في البداية يعني بحمد ربنا عز وجل إن الفوز دوت هو فضل محض من الله عز وجل، ثم دعاء الوالدين يعني ومجهود المشايخ والأساتذة اللي علموني، فربنا يجزيهم خير. الأمر الثاني بالنسبة لسؤال حضرتك، المسابقة دي هي الدورة الثالثة، يعني دي الطبعة الثالثة من مسابقة التبيان الأمريكية الدولية، وهي عبارة عن مسابقة في أكثر من فرع. الفرع الأول اللي أنا شاركت فيه هو فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع إتقان أحكام التلاوة والترتيل. ما شاء الله. الفرع الثاني هو نفس الفرع لكنه للإناث، خاص بالبنات يعني. الفرع الثالث هو فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة، ولكنه للذكور فقط. وطبعا أنا شاركت زي ما قلت لحضرتك في الفرع الأول. تمام. طب دكتور أحمد، يعني بدأت رحلتك مع كتاب الله الكريم القرآن الكريم إمتى؟ وحفظ القرآن الكريم مع إتقان أحكام التجويد والتلاوة دي محتاجة يعني رحلة طويلة ودراسة طويلة، كلمنا عنها. في البداية أنا من قرية من قرى الإسماعيلية اسمها قرية الظاهرية، دي قرية مسقط رأس، يعني هي الظاهرية دي تابعة لمدينة التل الكبير، معروفة طبعا المدينة. في البداية يعني والدي ووالدتي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني أرسلوني الكتاب للقرية، بدأت في حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية. كان زمان في الكتاب كان طريقة التعليم مختلفة عن الأيام دي، كنا نكتب القرآن، يعني أنت مثلا يكون عندك كل يوم في مقدار جديد أنت بتتعلمه ومقدار قديم بتراجعه تاني على الشيخ الكتاب. فكان من ضمن الامور ان احنا نكتب القران، يعني مثلا اداك سوره الاخلاص قل هو الله احد، تكتبها رسم زي ما في المصحف بالضبط كده. فكان الكتابه مع الحفظ والتكرار ديت كانت من اكثر الوسائل. الكتابه عامل مساعد بيرسخ الحفظ اكثر، كان بيخلي الحفظ يرسخ، يعني يبقى حفظ امتن فيه. فبدات الرحله في سن مبكره من سن 6 سنوات الى ان ختمت القران في سن 15 سنه. بعدين مكنت القرآن بقى وقرأته بالتجويد والترتيل وأحكام التلاوة في سن 18 سنة، كان أول يعني مرة بقى أشارك في مسابقة دولية في هذا العمر، كنت ساعتها طالب في سنة تانية كلية الطب البشري. ما شاء الله عليك يا دكتور، يعني في ميزان حسناتك يا رب دايما، لكن المسألة بتحتاج كمان يا دكتور مداومة على القراءة والحفظ، ويعني الذاكرة في بعض الأحيان بتخون الإنسان، ففكرة أنه ختم القرآن في سن مبكرة ده بيتطلب بعد كده دايما مداومة على القراءة وتأكيد وترسيخ الحفظ مرة أخرى. فهمت حضرتك والله فعلا، تأكيدا لكلامك. لما أنا ختمت القرآن في سن 15 سنة كنت لازم يعني أراجع عشان أعرف مثلا أصلي بالناس كانوا يقدموني في صلاة التراويح أو إن أنا أقرأ في مسابقة. لكن الحفظ الحقيقي فعلا هو إن أنت يكون لك ورد مع القرآن لا ينقطع مهما كان تخصصك، كنت مهندس، كنت دكتور، كنت مدرس، أيا كان التخصص، ليك ورد ثابت مع القرآن وليكن على الأقل جزء في اليوم تخصص له وقت، الجزء تقريبا بياخد من 30 ل 40 دقيقة قراءة بالتركيز. هو ده فعلا اللي بيخلي القرآن ثابت معاك، مهما كان ذاكرتك ومهما كانت موهبتك لو انت تركت القرآن هتنساه مهما كنت متميز. فمفيش حل، يعني دي نصيحة بقدمها ليا ولجميع الزملاء في نفس المجال، ان اي حد عايز يتقن القرآن لابد ان هو يكون له ورد يومي. جميل. على الأقل جزء يومي. حفظ القرآن الكريم مع يعني أحكام التلاوة وإتقان هذه الأحكام، كيف أثر على شخصية الدكتور أحمد يسري؟
والله طبعا لا شك ان القران الكريم لو الانسان صاحب القران وبدا يعني يتدبر معانيه ويقرا في معاني الكلمات ده بيكسب الانسان اخلاق طيبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه بالقران، واحنا طبعا اغلب الناس مركزه على الحفظ وده شيء جميل، لكن طبعا هو مش الهدف ان احنا نحفظ القران وفقط، لا الهدف ان احنا نفهم القران فهم صحيح يتناسب مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، ثم نعمل بالقرآن، فيكون نلاقي القرآن دوت مأثر في أخلاق وشخصية الإنسان، يطلع إنسان متزن، إنسان وسطي، إنسان معتدل، متميز في عمله، خادم لمجتمعه، هي دي الثمرة الحقيقية من القرآن، ودوت طبعًا آيات كتيرة يعني في القرآن ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا، قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هتلاحظ ان الايات اغلبها بتتحدث عن موضوع التدبر، عن صحيح. موضوع الايمان، عن موضوع الخلق، عن موضوع العمل. صحيح. وطبعا الكلام ده كله مش هيجي الا في البدايه ان احنا نكون حفظناه. صحيح. ولكن لن نتوقف عند الحفظ، الحفظ إيه؟ الحفظ وسيله وليس غايه. دي نقطه في غايه الجمله جميله جدا، الحفظ وسيله وليس غايه، يعني وسيله للفهم والتدبر والتفكر، يعني التفكير هنا فريضه مهمه جدا في ايات طبعا. الله سبحانه وتعالى. طيب عايزين نتكلم التخلق باخلاق القران ده شيء مهم جدا، لان للاسف في ناس احنا بنشوفها حافظه القران صحيح. لكن للاسف وده طبعا في اي مجال بتلاقي هو اخلاقه في اتجاه صحيح. والقران اللي هو بيتلوه في اتجاه اخر لا ينعكس على اخلاقه وطبعه وشخصيته. طب يعني عايزين نتكلم برضو سريعا عن هذه المسابقه التبيان الدوليه الامريكيه وغيرها من المسابقات، حضرتك شاركت ايضا في مسابقات عديده لحفظ القران الكريم، وما هو المختلف في هذه المسابقه؟ المختلف في هذه المسابقة إن في العادة مسابقات القرآن الدولية بتقوم عليها الحكومات، يعني الدولة مثلا ممثلة هنا في وزارة الأوقاف المصرية من أكثر من 25 سنة بتعمل مسابقة على مستوى مديريات الأوقاف، بعدين اللي يحصل على المركز الأول في كل مديرية يسافر لديوان عام الوزارة يختبر هناك عند لجنة من أكبر مشايخ الأزهر الشريف ولجنة المصحف وعلماء الأوقاف، يعني علماء حتى اللي هم القراء المصريين، نقابة القراء وكده. بعدين بيختاروا زي قائمة كده يرشحوا بيها المتسابقين، ده يرشح لمسابقة الكويت، ده يرشح في الدولية المصرية، ده يرشح دبي وهكذا. المختلف بقى ان في الفترات الأخيرة بدأت الجاليات المسلمة والمراكز الإسلامية في بعض الدول الغربية الغير ناطقة باللغة العربية انها تاخد الفكرة دي من الدول العربية وتقيم مسابقات وترسل للدول العربية وللهيئات الحكومية المعتمدة في الدول العربية تطلب منهم ممثلين يشاركوا فيها، وده اللي حصل بقى معايا. إن أنا مسابقة التبيان الأمريكية لأنها عضوة في الرابطة العالمية للمسابقات الدولية أرسلت لمسابقة بورسعيد الدولية اللي هي بتقام صحيح. برعاية مجلس الوزراء وتحت رعاية السيد محافظ بورسعيد، تطلب مرشح يمثل مسابقة بورسعيد وطبعا يمثل جمهورية مصر العربية في المسابقة، ووقع الاختيار عليا وسافرت وشاركت فيه. جميل. احنا بنشكرك طبيب احمد يسري الفائز بالمركز الاول في فرع حفظ القران الكريم بمسابقه التبيان الدوليه الامريكيه، مره ثانيه بنبارك ليك ونبارك لاهل قريتك ولمحافظه الاسماعيليه، يعني فخر لنا جميعا، ودائما يا رب حفظه القران الكريم يعني متواصلين دائما وهم موجودين، ودائما قراءه القران بالبصمه المصريه وبالطبع المصري مختلف دائما، ودائما حفظة القرآن هم سفراء لهذا الكتاب الكريم في كل مكان في الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد يسري، وهو زي ما قال لنا جملة مهمة جدا، إنه الحفظ للقرآن الكريم وسيلة وليس غاية، يعني المهم أن نتدبر القرآن الكريم وأن نتحلى بأخلاق القرآن الكريم.